السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كويسين الحمد لله كله تمام. كويسين طيب أخذنا يا أولاد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخذنا الفصل اللي فاتت صيامي حديث القرن صيامي جنة. فاكرين الدرس ده؟ فاكرين؟ ايوه. اسأل؟ ايوه. اسأل يا اولاد؟ اتفضلي. طيب هناخد ايوه. طيب جميل. هناخد بس مراجعة بسيطة كده على اللي احنا اخدناه علشان افتكر اشوفكم فاكرين ولا لا. شايفين الشاشة قدامكم؟ ايوه يا ابلة. طيب جميل. ايوه يا ابلة. اخدنا صيامي جنة. ايوه يا ابلة. حد يقرأ لي الحديث يا اولاد؟ فأنا يا ابلة؟ اتفضلي اقرأي. عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلى الصيام فإنه لي. فإن لي أنا أجزي به. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله. فليقل إني أمر إني امرئ صائم. أحسنت. صائم. اسمك إيه؟ زي شعر كده. اسمي جنى. اسمك ايه؟ اسمي جنى. احسنتي يا جنى، ممتازة يا حبيبتي، بارك الله فيكي، ممتازة. مين تاني يقرأ الحديث؟ من يقرأ؟ انا مش قلت الحديث ده علينا حفظي يا حبايبي؟ انا اتفضل. اتفضل. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن ادم الا الصيام فانه لي وانا اجزي به. والصيام جنه. واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يصخب فإن سابها أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. أحسنت. ممتاز. أحسنت بارك الله فيك. اسمك عمر؟ أحسنت يا عمر بارك الله فيك. ممتاز. من يقرأ؟ أنا أبلغ. تفضل. أنا أبلغ. تفضل. تفضل. أنا كل عمل ابني آدم الصيام. اتفضل اقرأ. حاضر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم إلا الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم
فلا يرفث ولا يصب، فإن سبه أحد أو قدره فليقل إني امرئ صائم. أحسنت يا يوسف، ممتاز، بارك الله فيك. طيب مين يقرأ؟ أنا يا أبلة. أنا اتفضلي اقرأي، سامعاكي، اتفضلي. عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل بني آدم له وإلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يلفظ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرأ صائم. جميل، أحسنتي، ممتاز. طيب نشوف اللي بعد كده يا أولاد. بيقول لي: ما معنى فإنه لي؟ في الحديث بيقال الله عز وجل: فإنه لي، المقصود على الصيام. ما معنى فإنه لي؟ ها، من فاكر؟ ها، ما معنى فإنه لي؟ لماذا أو لماذا اختص الله سبحانه وتعالى الصيام من بين سائر الأعمال؟ ليه؟ لأنه سر بين الإنسان وربه. أحسنت، لأنه سر بين الإنسان وربه. سر بين العبد وربنا. أحسنت يا جنى، فلما يجي يسألني يقول لي ما معنى فإنه لي، نقول كده هو لأنه سر بين الإنسان وربه، فاختص الله سبحانه وتعالى الصيام من بين سائر الأعمال. نشوف اللي بعد كده. وما معنى أنا أجزي به؟ ربنا بيدينا أجر عليه. أيوه، بيكافئ ويعطينا الأجر العظيم. أحسنتم. ما اسم الباب الذي يدخل منه الصائمون في الجنة؟ الريان. الريان، أحسنت. الريان. جميل. هنا بيقول لي: ما العلاقة بين الصوم والغيمة المطيرة أو الغيمة الممطرة؟ ها، فاكرين قلنا ايه الحاجة المشتركة ما بين الاثنين، ما بين الصوم والغيمة المطيرة؟ الصوم يأتي بالخير من خير للإنسان. أحسنتم، ممتازين. يبقى الجامع أو العلاقة أو التشابه ما بين الصوم والغيمة المطيرة قلنا الخير، الصوم لا يأتي إلا بالخير، مثل غيمة المطيرة لا تأتي إلا بالخير. طيب ما معنى وأنا أجزي به؟ أكافئ وأعطي الأجر. جميل. ما معنى جنة؟ أنطق بالكلام الخير من الأسام، وقال من الآثام، وصون من النار. يرفض. ما معنى يرفض؟ ينطق بالكلام الفاحش. ما معنى يسخط؟ يعلي فوق عند التخاطر. جميل.
أو بيقول ما معنى الصيام جنة؟ الحفظ من الآثام والمعاصي. كيف يمنعنا الصيام من الآثام يا أولاد؟ لأن الصائم لا يصح صومه إلا إيه؟ إذا حفظ لسانه وجوارحه عن أي إيه؟ كلام أو فعل فاحش. تمام. ماذا يقول الصائم عندما يسبه أحد من الناس؟ اللهم إني صائم. اللهم إني صائم. بيقولي اكتب أحب الأعمال التي تقوم بها في رمضان. القرآن الكريم، قراءة القرآن الكريم، الصلاة في وقتها. حلو. صلاة التراويح والصدقة والاستغفار وذكر الله والدعاء وتلاوة القرآن الكريم. ممتازين. شوف السؤال ده. ها حد يكمل الحديث؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. إيه اللي بعدها؟ ها والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن اليوم صائم. حد يقرأ السؤال يا حبايبي؟ بيقول لي قاسم وردة لمن يستحق الثناء في المواقف الآتية. اتفق أحمد وسالم على أن يصوم يومي الاثنين والخميس. صح. أكل سعد وهو صائم قطعة من الشوكولاتة في غرفته دون علم أسرته. غلط. لا. غلط. لا. طيب منعت فاطمة أخاها عمر من الغضب وذكرته بصومه فقال ورد. اللهم إني صائم. وردة. بيقول هنا يا أولاد عبر بالرسم عن فرضية الصوم، يبقى هنعبر عنه أركان الإسلام لأن الصوم ركن من أركان الإسلام. الصوم ركن من أركان الإسلام. هو بتدل عليه الصورة دي. هي أولاد الصورة دي هي البنت قاعدة وبتفطر فيه. احنا دلوقتي أخدنا أول جزء، الجزء الأول منها. مظبوط؟ مظبوط. طيب جميل، عايزاكم تقرأوها كده احنا مع بعض وبعد كده نبدأ في الآيات الجديدة. يلا. أوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا وقفتهم هم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا. يلا الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين. الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. تاني كمان مرة. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.
وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. نسمعها تاني حبيبي نردد وراه. ما أدراك ما سجين وما إن كتاب كلا إن كتاب الأبرار كتاب الفجار في وما عايز حد يقرأ يا أولاد؟ من يقرأ؟ أنا ممكن بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كان. من يقرأ تاني حبايبي؟ أنا يا أبلة. اتفضلي. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى أثيم. أنا قلت تيتشر. ماشي حبيبتي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل لغاية هنا يا حبيبتي. أستاذ ريميس من يقرأ؟ وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. كلا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. أحسنتي ممتازة. تفضلي يا تايا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون يوم الدين وما يكذب به الذين يكذب وما يكذب به ألا إلا إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه دون قال أساطير الأولين. صدق الله العظيم. أحسنتي حبيبتي. ماشي؟ ماشي حبيبي. أستودعكم الله. الآية 13 وقفنا لغاية الآية 13. ماشي حبيبي مع السلامة. ماشي مع السلامة. مع السلامة يا أبي. مع السلامة. هاي الحصة كانت حلوة.